وتعالى دلوقتي نروح لموضوع حلقتنا النهارده. في نهارك ابيض، واللي كان بيتكلم عن قائمه الزمالك لملاقات الاكت سبورت التشادي بالكاميرون في افتتاحيه مشوار الفارس الابيض بدوري ابطال افريقيا. تعالوا نشوف كده اجابات الجمهور على السوشيال ميديا كانت ايه، والبدايه من عند مين يا احمد؟ بدايه من عند محمد عمرو او عمار، اللي بيقول صباح الخير عليك يا احمد، صباح الورد عليكي يا انجي، منورين ودايما متالقين. محمد انور، محمد انور، عذرا يا محمد. بيقول انا شايف ان القائمه جيده وممتازه، واحنا واثقين ان اي 11 لاعب هينزلوا ارض الملعب هيكونوا على قدر المسؤوليه ويقدروا انهم يادوا المطلوب منهم بروح واصرار وعزيمه الابطال افريقيا يا زمالك. عمرو حامد حسن بيقول صباح الخير عليك يا احمد، صباح الخير عليك يا انجي، نهاركم ابيض بخطين حمر. اولا ان شاء الله نرجع بالفوز ونخلص المباراه بدري. طبعا اللعيبه كلهم رجاله وعلى قدر المسؤوليه، وهم دول اللعيبه اللي خدت الدوري والكاس، فطبعا كل الدعم ليهم وان شاء الله يرجعوا بالفوز افريقيا يا زمالك. نروح لنوره سعد، بتقول صباح الورد عليك يا انجي، صباح الخير عليك يا احمد، دايما متألقين على قناة زمالك. شكرا يا نورة. أنا شايفة إن القائمة ممتازة واللعيبة كلها قد المسؤولية، وبإذن الله الزمالك قدها، وبتمنى من اللعيبة التركيز واللعب برغبة وإصرار على الفوز، وننسى اللي فات ونركز في اللي جاي. كل الدعم والتوفيق للملكي سادسي الزمالك. يوسف احمد بيقول صباح الخير يا احمد، صباح الخير يا انجي، بالتوفيق ان شاء الله للفريق، ومش عايزين ننسى ان هؤلاء اللاعبين كانوا هم اللي شايلين الفريق وحققوا الدوري وحققوا الكاس، لازم ندعمهم وبالتوفيق ان شاء الله ونكسب زملكاوي وافتخر. عمر شيكا بيقول صباح الفل عليك يا احمد، صباح الورد على الملكه انجي. شكرا دايما. شكرا يا عمر. أيوة لازم. شكرا جدا. يا عمر. دايما متعلقين منورين قناه الملك، شكرا جزيلا يا عمر. انا شايف ان القائمه ممتازه واللعيبه كلها على قدر المسؤوليه ورجاله، وبامر الله هترجعوا منصورين. اطالب اللعيبه التركيز في البطوله، عدم الاستهانه بالمنافس، وبامر الله افريقيا في ميت عقبه. شكرا يا عمر، شكرا جزيلا. وبنشكر كمان كل الناس اللي دايما بتبعت لنا آرائها على موضوعات حلقتنا في نهارك أبيض.